السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله جيتكم في حلقة جديدة، حلقة مفيدة جدا. حلقة اليوم عبارة عن موقع ممتاز. هذا الموقع يتوفر لنا على الكثير من الخصائص وتوفر لنا على الكثير من الأشياء المفيدة، خاصة للأشخاص المحبين للأندرويد. هذا الموقع يتوفر لنا على ألعاب مهكرة، ايضا العاب برو يعني مدفوعة، وايضا توفرنا على برامج مدفوعة ومنزوعة الاعلانات المزعجة. تجد ايضا في هذا الموقع اخبار خاصة بالاندرويد، وسنشرح كيفية عمل ترجمة بطريقة سهلة، وايضا توفرنا على بعض الشروحات الخاصة بالاندرويد. هذا الموقع هو عبارة عن موقع روسي أنشئ منذ 5 سنوات تقريبا. قبل البدء بالفيديو أو قبل البدء في شرح الموقع، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو. إذن لا تنسوا أيضا رابط الموقع، تجدونه أسفل الفيديو في التدوينة إن شاء الله. بالنسبة لموقعنا، هو موقع سهل جدا كما ترون. هذه واجهات الكمبيوتر، حتى واجهات الخاصة بالهاتف هي واجهة سهلة جدا. هذا الهوم كما ترون، تجدون اختصار للموقع. هنا نجد مود الخاصة بالألعاب المهكرة كما ترون. هنا تجد كل الألعاب المهكرة، توجد الكثير والكثير من الألعاب. يمكنك البحث هنا عن طريق شريط البحث كما ترون، تجد الكثير من الألعاب المهكرة. مثلا نقوم بالبحث عن لعبة GTA إن كانت موجودة. كما ترون توجد الكثير من نسخ اللعبة وهي كلها مهكرة كما ترون. أيضا هنا نجد games، كل الألعاب موجودة هنا وهي مدفوعة، حتى الألعاب المدفوعة تجدونها هنا، وكيفية التحميل سهلة جدا، سنتطرق إليها بعد قليل. أيضا هنا نجد التطبيقات كما ترون، وهو تصنيف في الموقع، تجد التصنيف حسب نوع التطبيق. التطبيقات أيضا مدفوعة وخالية من الإعلانات المزعجة. ألعاب أيضا كما رأيتم حسب التصنيف. هنا نجد أيضا نيوز الخاصة بأخبار الأندرويد، وهنا كما ترون تجد بعض المواضيع المفيدة فيما يخص الأندرويد. بالنسبة لطريقة التحميل سهلة جدا. مثلا نقوم بتحميل برنامج، نضغط مثلا على هذا البرنامج الخاص بالصور، نقوم بالضغط على داونلود هنا كما ترون، ثم تأخذنا إلى هذه النافذة، نضغط على داونلود، وكما ترون تبدأ عملية تحميل التطبيق أو اللعبة كما شئت أنت. الآن نقوم بتعلم كيفية الترجمة الفورية للأخبار أو بالنسبة للمواضيع الخاصة بشرح كل ما هو خاص بالأندرويد. نضغط هنا ونضغط على traduire en anglais. هنا نختار لغة أخرى، نختار إلى اللغة العربية ونضغط على التراجوير. كما ترون تم ترجمة كل الموقع إلى اللغة العربية. مثلا ندخل إلى أحد المواضيع هنا، نقوم بإعادة تراجوير هنا. هنا تجد المقال تم ترجمته إلى اللغة العربية، ويمكنك الاستفادة أو إذا كنت غير متمكن من اللغة الإنجليزية يمكنك القراءة باللغة العربية. وهذا ينطبق على أيضا الأخبار. مثلا تريد
ترجمة الأخبار ستجده هنا. الترجمة إلى اللغة العربية ويمكنك الاستفادة من الشرح. إذن هذا هو موقعنا اليوم، موقع ممتاز جدا خاصة للأشخاص المحبين للألعاب المهكرة، الألعاب المدفوعة، البرامج المدفوعة، كل ما هو خاص بالأندرويد. إذن إن شاء الله يكون فيديو اليوم قد أعجبكم، وإن شاء الله نكون قد أفدتكم بالقدر الذي أستطيع. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وفي حلقات أخرى، والسلام عليكم. السلام عليك يا رسول الله. السلام.